بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في توبيك الاكسترا كوربوريال ثيرابيز. في المحاضرتين اللي فاتوا احنا اتكلمنا على الثيرابيوتيك افريسز وركزنا على البلازما افريسز ورول بتاعه في النفرولوجي. النهارده هناخد برضو حاجه من الانديكيشنز اوف اكسترا كوربوريال ثيرابي اللي هو التريتمنت اوف بويزنج. فكرتها ان احنا عندنا بويزنج وصل للبلد، فاحنا لو خدنا البلد ده بره اوتسايد ذا بودي عالجناه باكسترا كوربوريال ثيرابي ممكن يشيل البويزنج منه. طيب التريتمنت اوف بويزنج هو ده شغل توكسيكولوجي مش نفرولوجي، لكن احنا بيبقى لينا رول بسيط جدا في بعض البويزنز ان احنا من خلال اكسترا كوربوريال ثيرابي ان احنا نشيله. لكن الابروتش فور تريتنج بويزنج معظم الحالات بتبقى سبورتيف ثيرابي، يعني بيشنت مثلا ضغطه نازل هنبتدي نرفع بلاد بريشر بتاعه، في هايبوثيرميا نصلحها، في سيمتومز معينه ندي سيمتوماتيك تريتمنت وهكذا. ده اسمه سبورتيف ثيرابي وده معظم البويزنج. بعد كده بيجي اللي هو نعمل جي اي تي ديكونتامينيشن. يعني ايه؟ يعني هو لسه البويزن انجستد ريسنتلي، فبالتالي ندي له اكتيفيت شاركول مالت، بندي حاجه اسمها امداك اللي هو مالتيبل دوز اكتيفيتد شاركول. اكتيفيتد شاركول اللي هو الكربون النشط، هو بيبقى باودر اسود كده او تابلتس بيبتدوا يحطوه على ميه ويبتدي ياخد كذا دوز، فيبتدي يعمل دي كونتامينيشن للجي اي تي قبل ما يحصل له ابسوربشن. فدي انديكيشن في بعض البويزنج. في بعد كده اللي هو اليمينيشن انهانسمنت، يعني اي توكسين او دراج اوفر دوز هو المفروض بيبقى يحصل له ميتابوليزم وايه و اليمينيشن سواء ناتشرالي من خلال الكيدني او من خلال الليفر، فاحيانا بيدوا حاجات معينه تزود الميتابوليزم والاليمينيشن. في بعد كده الخطوه اللي بعد كده الانتيدوت. في بعض التوكسينز او بعض البويزنز بيبقى ليها انتيدوت، يعني مثلا بيشنت خد ميثانول فيديله انتيدوت هنا الايثانول، بيشنت مثلا خد ديجوكسين يبقى اللي هو الفاب فراجمنتس، حاجات انتيدوت مثلا لسنيك بايت سكوربيون او حاجات زي كده، فدي كلها اسمها انتيدوت. وبعدين يجي اخر حاجه بقى للاكسترا كوربوريال ثيرابي. الاكسترا كوربوريال ثيرابي يعني الانديكيشن بتاعه لو شفنا كل البوزنج 0.1% يعني واحد في الالف، وبالتالي الرول بتاعه قليل جدا. طيب الاكسترا كوربوريال ثيرابيز اللي احنا ممكن نستخدمها في البوزنج ايه؟ عندنا اكتر حاجه اللي هو الهيموداليسيس. ده فكرته عن ايه؟ ان احنا هنعمل هيموداليسيس عادي جدا البيشنت، يعني هيبقى البلد قصاده الداليزيت ويبتدي يحصل الديفيوجن ما بينهم، فبالتالي انا الداليزيت ده فيه زيرو توكسين فيبتدي يتنقل من البلد للداليزيت. ممكن نستخدم الحاجه اللي بعد كده الهيمو برفيوجن اللي هو هتبقى عن طريق الادزوربشن، البلد هيعدي على زوربنت معين يبتدي يشد منه التوكسين، وده هنتكلم عنه ان شاء الله ان ديتيلز. ممكن البريتونيال داليسيس، ممكن السي ار ار تي. السي ار ار تي يا اما هيبقى بس هيموفلتريشن بس، والهيموفلتريشن هنا يعني ان انا مش هيبقى فيه داليزيت لكن هنعمل هيبقى فيه ريبليسمنت فلويد، او يبقوا الاثنين هيمو برفيوجن وهيمو يعني سوري هنعمل كونفكشن وداليوشن، يعني في داليزيت وفي ريبليسمنت فلويد. واخر حاجه البلازما فريسز اللي احنا ايه قلنا عليها في المحاضره اللي فاتت. الانديكيشنز اوف اكسترا كوربوريال ثيرابي، وهنركز على الهيموداليسيس والهيمو برفيوجن، دول اكتر حاجتين بنستخدمهم في تريتمنت اوف بويزنج. رقم واحد يكون في progressive deterioration despite the intensive supportive therapy. احنا قلنا معظم البوزن هيبقى ليها supportive therapy، فلو استخدمنا الماكسيمم supportive therapy ولسه في deterioration ممكن نستخدمه. الحاجة التانية severe intoxication with depression of the midbrain function. الميدبرين في الريسبيرتوري سنتر فيحصل hypoventilation، في الفاسوموتور سنتر يحصل hypotension، يحصل hypothermia، فدي كلها معناها ان انا ده سيفير انتوكسيكيشن لازم استخدمه، او ان انا نبتدي نعمل ميجرمنت للتوكسين في البلد فلاقيه ان هو اباف ليفل معين، الليفل ده معروف انه ممكن يؤدي الى ديث او سيريس كومبليكيشنز. ثالث حاجه ان نبتدي كاونت ديفلوبمنت اوف كومبليكيشنز للكوما، يخش بقى في نيومونيا، يخش في سيبسيميا. امبيرمنت اوف نورمال دراج اليمينيشن، يعني اي دراج بيبقى حصل له ميتابوليزم واليمينيشن من الكيدني او من الليفر، فانا لو عندي امبيرمنت في الكيدني او في الليفر اللي هو الروت اللي المفروض يبقى اليمينيتد منه، يبقى في الحاله دي الاكسترا كوربوريال ثيرابي هيبقى لي رول. انتوكسيكيشن وذ ابوزن ويتش كان بي ريموفد ات ا ريت اوف هاير يعني او اكسيدنج النورمال اليمينيشن، يعني انا هو الدراج ده بيبقى اليمينيتد من خلال الكيدني،
وانا عندي الكيدني سليمه، طب ما انا اسيبه، لكن الدياليسز هنا هيزود الاليمينيشن، او هو الميت من الليفر الدياليسز هيزود الاليمينيشن، في الحاله دي هنستخدمه، لكن اذا ما كانش هيزود الاليمينيشن يبقى ما فيش داعي ان احنا ايه نستخدمه ونسيبه يبقى اكسكريتد واليمينيتد ناتشرالي. Intoxication with agent with known metabolic أو delay toxic effect. يعني في أحيان دراجز مثلا ده هنتكلم عنه في المحاضرة اللي جاية، حاجة زي الميثانول مثلا أو الإيثيلين جلايكول، هو في حد ذاته هو relatively non-toxic، لكن التوكسيستي بتاعته بتيجي من الميتابوليزم بتاعه، يتحول مثلا إلى فورميك أسيد، فالفورميك أسيد ده هو اللي توكسيك، بس ده يحصل إمتى؟ يحصل بعد ساعات مش على طول، فأنا عارف إن هو الليفل بتاعه عالي وإن أنا هيتحول إلى هذا، فممكن يبتدي إيرلي قبل ما يبتدي يتكون الميتابولايتس اللي هي اللي توكسيك. فدي الإنديكيشنز اللي ممكن نستخدم فيها الإكسترا كوربوريال ثيرابي، وقلنا هنركز على الهيموداليسيز والهيموبرفيوجن. على اي اساس هنفاضل بين الاكسترا كوربورال ثيرابي في تريتمنت اوف بوجنك؟ طيب اول حاجه الهيموداليسيز، هو ده يمكن اكتر واحد بنستخدمه في اكتر من 90% من الحالات، وهو الموست افكتيف فيهم، وزي ما قلنا بيبقى من خلال الديفيوجن هيبتدي نتخلص من التوكسين. التوكسينز او البويزنز اللي ممكن نستخدم فيها هيموداليسيز ويكون افكتيف ليها مواصفات معينه، واحد انها تكون ووتر سوليبل دايبه في البلازما، حاجه الثانيه ليها سمول مولكيولار ويت، يعني يكون اقل من 500 ملي مول دالتون، يبقى ده افكتيف جدا عشان يقدر يعدي من البورز اوف ذا لايزر. الحاجه الثالثه ان هو يكون لو بروتين بايندنج، يعني ما يبقاش هو سمول بس ماسك فيه بروتين كبير، يبقى مش هيعدي من الدايلايزر، يبقى لازم ما يكونش ماسك في بروتين. الحاجه الرابعه اللي بعد كده سمول فوليوم اوف ديستريبيوشن، يعني اي بويزن او اي دراج بيبقى ايه لما بيتاخد بيوصل للبلاد بيبقى ديزولفد في البودي ووتر، واحنا قلنا البودي ووتر ده يعني بيمثل لي حوالي 50-60% من البودي ويت، 2/3 منهم موجودين انترا سيلولر و1/3 اكسترا سيلولر، ال1/3 الاكسترا سيلولر 2/3 انترا سيشيال و1/3 منهم انترا فاسكولار، احنا بنتعامل مع الجزء الانترا فاسكولار، فبالتالي لو ليه الدراج ده او التوكسين ده ليه لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن يعني ديزولفت في كل البودي ووتر، يبقى الجزء اللي هو في البلاد كومبارتمنت قليل، وبالتالي الاكسترا كوربوريال ثيرابي هنا مش هيكون افكتيف. لكن لما يكون هو ميلي كونفايند للفاسكولار كومبارتمنت، يعني بنقول عليها ليه سمول فوليوم اوف ديستريبيوشن، يبقى انا اقدر اشيل البويزن ده ايه بسهوله، فيكون ليه سمول فوليوم اوف ديستريبيوشن بيقيسوها بالليتر بالكيلوغرام، يكون اقل من 1 لتر بالكيلوغرام. الحاجة التانية ان يكون الدياليسيز ليه رول زيادة عن النيتف كليرانس، يعني لو هو الدراج ده اليميتد بالكيدني او بالليفر الدياليسيز هيضيف هيبقى يزود الكليرانس بتاعه، لكن لو هو مش هيزود الكليرانس يبقى بلاش منه، يعني مثلا بيشنت عنده كوكين توكسيستي قال لك ان الرول في الدياليسيز هنا مش هيزود حاجة عن النيتف، وبالتالي مش هنستخدم ليه الهيموداليسيز هنا. فدي المواصفات عشان اقدر ايه اقول ان التوكسين ده او البويزن ده كان بي اليميتد بالهيموداليسيز والهيموداليسيز يكون افكتيف. طيب الهيموداليسيس بيكون لي ميزه ثانيه ان هو ممكن يصلح لي الاسوشيتد ميتابوليك اسيدوزس، يعني في حاجات كتيره قوي يبقى معاها اسيدوزس، فلما بعمل داليسيس بيكون اجينست بايكارب زياده في الدياليزيت فيحسن لي اسيدوزس، لو معايا الكترولايت امبيرنس ديستربنسز مثلا زي بيشنت عنده هايبر كليما هيتصلح كمان بالدياليسيس، فدي مميزاته. بنستخدم هيموداليسيس عادي جدا بنفس الدياليزر اللي بنستخدمه في الدياليسيس بيشنز، ولكن ممكن نمد الساعات بقى بتاعت الدياليسيس 6 ساعات 10 12 وممكن اكتر من كده، وفي بعض الحالات ممكن نعمل ريبيتد ايه سيشنز ثاني. من الاكزامبلز الشهيره اللي بتقابلنا كتير في البراكتس للهيموداليسيز استخدامات هيموداليسيز في البويزنينج اللي هم حاجات الالكوهولز زي مثلا ايثانول ميثانول ايثيلين جلايكول وكمان السلسليت اوفر دوز وكمان الليثيوم، دي من الحاجات اللي ايه اللي احنا ممكن نستخدمها في الهيموداليسيز. تاني حاجه بعد الهيموداليسيز بنستخدمها اللي هو الهيمو بيرفيوزن اتش بي عشان نفرقه من الاتش اف هيمو فلتريشن. طيب الهيمو بيرفيوجن هو عباره عن ايه؟ ان احنا بناخد البلاد من البيشنت نعديه في سيركيوليشن كده ونعديه على ديفايس كونتيننج زوربنت، يعني ايه؟ يعني حاجه هتعمل ادزوربشن للبويزن اللي معدي عليها. الزوربنت ده ممكن يكون اكتيفيتد شاركول او يكون اكستشينج ريزن. اكستشينج ريزن يعني ايه؟ زي اللي احنا كنا مثلا في حالات علاج الهايبر كاليميا في الجي اي تي كنا بندي حاجه اسمها كاتاين اكستشينج ريزن، يبقى الحاجه دي تاخد منه البوتاسيوم وتدي له كاتاين بداله، تدي له مثلا كالسيوم حاله كالسيوم ريزونيوم او تدي له ايه صوديوم، فدي اسمها اكستشينج ريزن. يبقى هو هيعتمد على الادزوربشن، الهيموداليسيس بيعتمد على الديفيوجن.
طيب الثيرابي هنا ده ممكن نستخدمه امتى؟ للحاجات بقى الهيمو داليسيس احيانا ما بيكونش افكت فيها، زي اللي بيكون الدراج مثلا او التوكسن ليبت سوليبل، او يكون هايلي بروتين بايند مش هيعدي مع الدلايزر، يبقى هنا ممكن يبقى ادزوربت ايه لاكتيفيت شاركول هنا. طيب مشاكل الهيمو برفيوجن ايه؟ ان هو فيري اكسبنسيف، يعني لما نقارن الديفايس او بنسميه كارتريج هنا بالدايلايزر، لا ده سعره يمكن 10 اضعاف الدايلايزر العادي، فهو بالتالي هيكون اكسبنسيف. الحاجه الثانيه ان هو بيبقى ليه ليميتيشن، يعني بعد ساعتين او ثلاثه بيكون هو ساتوريتد، فمهما يعدي عليه بلد مش هيقدر يشيل منه التوكسين. لكن الهيمو دايلسيس ده انا ممكن اعمل له اكستنشن، ده ليزيد بيعدي بيروح للويست، فبالتالي انا ممكن استخدم ساعات طويله، لكن هنا هيبقى ليميتد باللي هما التايم اللي بياخده الكارتج عشان يبقى ساتوريتد. الحاجه الثانيه انه ممكن يبقى برضو ادزوربد للزوربن ده ليوكوسايتس داخل بيشنت في ليوكوبينيا او بليتليس داخله في ترومبوسايتوبينيا، وان هو انا ما اقدرش اصلح الاسوشيتد اسيدوزيس ولا الالكترولايت ديستربنس زي ما كنا بنعمل في الهيموداليسيس. الحاجات اللي هي بتبقى افكتيف قوي فيها استخدام الهيمو بيرفيوجن اللي هو اثيوفيلين توكسيستي او الديجوكسين او الفينيتوين. يبقى اكتر حاجه هو بنستخدمه الهيموداليسيس يمكن اكتر من 90% من الحالات، وبعدين يجي الهيمو بيرفيوجن. الحاجات بقى الاكسترا كوبرال ثيرابي الثانيه بتكون قليله، يعني السي ار ار تي ده مشكلته ان هو سلو ثيرابي، احنا عايزين حاجه سريعه تشيل البويزن بسرعه، فمالوش انديكيشن اول الا اذا كان البويزن ده ليه لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن، فانا بشيل من البلد وبيبتدي يرجع ريباوند تاني، فبالتالي الكونتينوس ثيرابي هنا ممكن يكون ليه رول. طيب ولكن طبعا احنا لو عملنا انترفيشنال هيموداليسيس كونفنشنال انترميتنت هيموداليسيس ونطول السيشن او نبتدي نعمل ريبيتد سيشن هيكون افضل. في عندنا اللي هو هيمو فلتريشن، يعني هنا مفيش دايليزيت لكن هعمل بقى عن طريق الكونفكشن وادي ريبليسمنت فلويد، او هيمو دايفلتريشن هيبقى فيه دايليزيت وهيبقى فيه ريبليسمنت فلويد، يبقى انا هستخدم الديفيوجن والكونفكشن في نفس الوقت. طيب بالنسبه للبي دي، البي دي برضه نفس المشكله ان احنا هو سلو ثيرابي، ولقوا استخداماته لو احنا استخدمنا الكفاءته بتبقى حوالي 10% اللي ممكن يعملوا الهيموداليسيس، وبالتالي احنا مش هنستخدمه الا اذا كان ما عندناش ريسورسز غيره، او انه في تشايلد صغير حجمه صغير مش عارفين نركب له فاسكولار اكسس، واحيانا يستخدموه لما يكون البويزن ده مع هايبوثيرميا فبيبتدي يعمل كور ريورمينج للبودي. البلازما فريسز يبقى احنا اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت وقلنا انه ملوش رول قوي، لكن في بعض الريبورتد كيسز زي مثلا سيسبلاتين توكسيستي، بعض السنيك فان بايتس، حاجات مثلا زي بعض المشروم بويزنز، الحاجات دي ممكن في يفيد شويه، ولكن احنا مش بنستخدمه لانه يعني قصه كبيره جدا ناخد بلازما ونعمل ريبليسمنت ليه واحنا عندنا الهيمو داليسيس هيكون افكتيف عنه او الهيمو بيرفيوجن، وغالبا لو بيستخدمه السنترفيوجال افريسيس. ريجاردنج التوكسيكو كاينيتكس او الفاكتورز اللي ممكن تاثر على الدايلازابيلتي اوف ذا دراج او ريموفال بالاكسترا كوربورال ثيرابي، اول حاجه المولكيولار ويت. احنا قلنا طبعا في الهيموداليسيس البورز بتاعت الدايلايزر صغيره، فاحنا قلنا كل ما كانت المولكيول صغيره تقدر تعدي، فاحسن حاجه لو هي اقل من 500 لكن ممكن لغايه 5000 ممكن تتشال، يبقى ده الكات اوف في حالات الهيموداليسيس. لو هي اكبر من 5000 يبقى هنحتاج يا اما هنحتاج السي ار ار تي يا اما هنحتاج الهيمو بيرفيوجن. لكن مثلا حاجه زي بلازما فريسز ممكن يبقى اكتر من مليون دالتون ممكن تتشال بالبلازما فريسز، ممكن احنا قلنا حتى في المحاضره فات ممكن في حاجات لغايه 3 مليونز ممكن تتشال. الفاكتور الثاني اللي هو البروتين بايندينج، احنا قلنا ممكن يبقى المولكيول صغير اوف ذا بويزن لكن بيبقى ماسك في البروتين، وبالتالي هو ماسك في البروتين يبقى مش هيقدر يعدي من الدلايزر. ففي الحالة دي قال لك احنا مش هنقدر نشيله الا لو يعني هنستخدم الهيموداليسيس امتى؟ لو هو كان الكونسنتريشن اوف ذا بويزن عالي جدا في البلد بحيث ان البروتين بقى ساتوريتد وبقى فيه لسه جزء فري، فالدايلاسيس هنا هيشيل الجزء الفري لكن مش هيشيل الجزء الايه اللي هو بروتين باوند. الحاجة اللي بعد كده اللي هو الفوليوم اوف ديستريبيوشن، وزي ما قلنا فوليوم ديستريبيوشن يعني هو الفوليوم انتو ويتش ادراج از ديستريبيوتد، هل هو ديستريبيوتد في كل البودي ووتر بودي فلويدز الموجوده في الجسم ولا هو مينلي كونفايند للفاسكولار كومبارتمنت، يبقى في الحاله دي سمول فوليوم اوف ديستريبيوشن، في الحاله دي يبقى انا اقدر اشيل كميه كبيره منه. طيب هقارن بين حاجات كده بس عشان نعرف فكره الفوليوم ديستريبيوشن. لو مثلا الهيبرين
الفوليوم ديستريبيوشن بتاعه 0.06 لتر بالكيلوجرام، يعني هو ميلي كونفايند للايه؟ للبلد كومبارتمنت، وبالتالي بيتشال بسهوله جدا. عشان كده لما بنعمل هيموداليسيس احنا كل شويه ندي بولس دوز، لان انا بشيل الهيبارين بالدياليسيس. الحاجه الثانيه مثلا زي الساليسيليت، لا ان هو 0.2 لتر بالكيلوجرام، يبقى هو ميلي كونفايند للبلد كومبارتمنت، وبالتالي اقدر اشيله بسهوله. واحنا قلنا كل ما كان الفوليوم ديستريبيوشن اقل من 1 لتر بالكيلوجرام يبقى ده هيكون افكتيف فيه جدا الهيموداليسيس. حاجه مثلا زي الديجوكسين، لا ده الفوليوم اوف ديستريبيوشن 7 لتر بالكيلوجرام، يبقى بالتالي هو هنا معظمه اوتسايد ذا بلاد، وبالتالي الهيموداليسيس مش هيكون افكتيف فيه، لكن ممكن يكون الهيمو برفيوجن يكون افكتيف. حاجه زي الترايسايكليك اند ديبريسنس بانواعها الرينج بتاعها ما بين 10 الى 50 لتر بالكيلوجرام، وبالتالي الهيموداليسيس هنا مش هيكون افكتيف جدا خالص. الفاكتور الرابع اللي هو الاندوجينس كليرنس، احنا قلنا اي بويزن او دراج اوفر دوز المفروض بيبقى ليه ميتابوليزم معين في الجسم وروت اوف اليمينيشن، يا اما من خلال الكيدني يا اما من خلال الليفر. فبالتالي احنا لو كان الداليسيس هنا هيبقى الرول بتاعه اكسيدنج النورمال اليمينيشن او النيتيف اليمينيشن، يبقى ايه هنستخدمه. لكن لو هو مش هيزيد عنه حاجه يبقى مفيش داعي ليه. لكن ممكن نستخدمه امتى؟ لما يكون في امبيرمنت للنيتيف كليرنس، البيشنت هو المفروض يبقى كلير دبل كيدني وانا عندي رينال امبيرمنت، فمثلا زي بيشنت بياخد ليثيوم ولا حاجه، يبقى في الحاله دي الهيموداليسيس هيكون ليه رول. Regarding the technical points في الـ treatment، احنا اول حاجه عندنا الفاسكولار اكسس. الفاسكولار اكسس احنا هناخد البلد من البيشنت عشان نعديه على الهيموداليزر او هنعديه على الكارترج في حالات الهيموبرفيوجن. يبقى انا عايز بلد فلو عالي، يبقى احنا محتاجين سنترال فين زي اللي كنا بنستخدمه في حالات الهيموداليسيس، سواء كان جاجلر او فيمورال، ونركب في نفس الكاثيتر اللي كنا بنستخدمه في الهيموداليسيس، سواء حتى لو هنعمل هيموبرفيوجن. النقطه الثانيه اللي تشويس اوف هيموداليزر، لو انا هعمل هيموداليسيس الدياليزر يفضل الهاي فلكس، يكون هاي افيشنس دياليزر، ولو مولكيول كبيره بيبقى محتاجين ممكن هاي كات اوف دياليزر ممكن نستخدمه. طيب اذا كنا هنعمل هيموبرفيوجن، الكارترج اللي احنا بنستخدمه، الكارترج ده بيبقى زي ما قلنا هو فكرته هيعمل ادزوربشن، يعني في زوربنت احنا هنستخدمه، الزوربنت ده يا اما يكون اكتيفيتد شاركول يا اما ايون اكستشينج ريزن، وهو الغالب بيستخدمه دايما الاي اكتيفيتد شاركول. طيب ليه سايز معين؟ ليه سايز بيبقى مختلف شويه حسب السايز اوف ذا بودي، يعني لو بيشنت حجمه صغير غير حجمه كبير، فاحنا هنستخدم الكارترج اللي متناسب مع الحجم. الحاجه الثالثه زي الهيموداليسر عشان نحسن البايو كومباتيبلتي بتاعه الكارترج، فاحيانا يعملوا له كوتينج ببوليمر مثلا زي السيلولوز، فبيحسن البايو كومباتيبلتي ويقلل الالرجيك ريكشن. النقطه اللي بعد كده اللي هي في حالات الهيمو بيرفيوجن السيركت هيكون ازاي؟ السيركت هي بتبقى زي السيركت بتاعه الهيموداليسيس، نفس اللي هو البلد سايد. احنا هنا مش هنستخدم دايليزيت، فاحنا محتاجين لاين كده من البيشنت يكون في بلد بامب عشان اقدر اشيل اخد البلد من البيشنت، ويكون برضو في مثلا اير ديتكتور وفي فيناس تراب زي نفس الهيموداليسيس. بس احنا قلنا هنا ما عندناش ايه دايليزيت. طيب ما احنا ممكن نستخدم، قالك ممكن نستخدم نفس الهيموداليسيس ماشين، ان انا عايز منها ايه؟ انا عايز البلد بامب نفسه عشان اخد البلد من البيشنت واعديه على الكارترج وعلى الكارترج وارجعه تاني ايه للبيشنت. طيب الهيمو برفيوجن سيركت هنعمل لها برايمنج ازاي؟ احنا في الهيموداليسيس كنا بنعمل برايمنج بسالاين، هنا هنعمل برضو برايمنج بسالاين او ديكستروز حسب الشركه المصنعه، هي اللي بتقول لك لا ده محتاج برايمنج بديكستروز او بسالاين، فاحنا نعمل نفس اللي هتقولين عليه. طيب بالنسبه للهيبرانيزيشن في الهيمو برفيوجن، احنا في الهيموداليسيس عارفين ازاي؟ طيب الهيمو برفيوجن هنا لا ده احنا بيحتاج دوزس اعلى من الهيبرين عن الهيموداليسيس، لان جزء كبير جدا من الهيبرين بيبقى ادزوربند للاكتيفيتد شاركول او الاكستشينج ريزن، فبندي غالبا بولس هنا 2000 ل 3000 وبعدين نبتدي ندي بقى حسب. غالبا الاكستشينج ريزنز بيحتاج دوز اعلى في المتوسط 10000 يونت، الاكتيفيتد شاركول بيحتاج حوالي 6000 يونت، لو هنحسب هنكيب الرينج بتاع الاي سي تي او الاي بي تي تي بيبقى حوالي الدبل يعني 100%. طيب بالنسبه للديوريشن اوف هيمو برفيوجن، احنا نقدر نقول ان زي ما قلنا من شويه انه الكارتريج نفسه بيبقى ساتوريتد بعد حوالي 3 ساعات او اقل شويه، وبالتالي لو احنا زودنا في السيشن وطولنا هو مش هنستفيد منه، هيكون ان افكتيف لان خلاص الكارتريج بقى ساتوريتد، فالبلد هيعدي مش هيتاخد منه حاجه.
فاحنا عندنا حل من اتنين، يا اما بنوقف على كده وبعدين نبتدي نعمل سيشن تانيه بعد فتره يكون حصل ريباوند، يا اما هنكمل بقى هنعمل برونجيشن للسيشن بس هنغير كل تلات ساعات نغير الكارتريج بواحد جديد. ريجاردنج الكومبليكيشنز اللي ممكن تقابلنا واحنا بنعمل تريتمنت للبويزنج، في حالات الهيموداليسز احنا بس فكرتنا ايه، ان احنا هنعدي هنعمل دياليسيس سيشن عاديه اجينست دياليسيس سوليوشن. الدياليسيس سوليوشن اللي احنا بنستخدمه هو نفس الدياليسيس سوليوشن اللي بنستخدمه للدياليسيس بيشنتس. فالدياليسيس بيشنت متوقعين انهم فيهم عندهم فوسفيت عالي، عندهم بوتاسيوم عالي، وبالتالي احنا في الدياليزيت في زيرو فوسفيت ولو بوتاسيوم، وبالتالي احنا لو غسلنا البيشنت ده عملنا له دياليسيس وهو في الغالب عنده نورمال فوسفيت، فبالتالي هيبتدي البيشنت هنا ايه يخش فيه هايبوفوسفاتيميا. خلاص انا سحبت الفوسفيت من البيشنت اللي هو نورمالي للدياليزيت فيخش في هايبوفوسفاتيميا، او ان انا سحبت البوتاسيوم اللي هو المفروض غالبا نورمال في البيشنت للدياليزيت اللي هو فيه لو بوتاسيوم فبيشنت يخش في هايبوكاليميا. وعشان كده في الحالات دي احنا لازم نعمل مونيتورنج كويس للبيشنت، ولو احتاج نبتدي نديله سبلمنتيشن. احيانا في حالي يدو سبلمنتيشن ان هو يحطوه في الدياليزيت او يبتدي يديله البيشنت ايه اي في. النقطه برضو نفس الفكره يخش في الكاليميا، احنا الدياليزيت ده بتاع الدياليسيس بيشنتس هو فيه بايكارب عالي عشان بيبقى البيشنت ده في ميتابوليك اسيدوزس. طيب لو البيشنت ده مش في ميتابوليك اسيدوزس يبقى انا هنقل بايكارب للبيشنت فدخله في الالكوريز، فمحتاجين ان احنا نعمل ادجستمنت للبايكارب. طيب النقطه اللي بعد كده انه ان احنا دايما في الهيموداليسيس احيانا كنا نقول ايه ان البيشنت اليوريميا بتاعته عاليه فاحنا نعمل شورت سيشن وما نقللش اليوريا جامد اقل من 30% عشان ما يخشش البيشنت في ديس اكليبريم. طيب انا هنا البيشنت لو هو جاي بقى بسيفير يوريميا، يعني هو انا يعني توكس البوزنج عامل سيفير يوريميا، طيب انا هنا في الهيموداليسيس احنا بنعمل لونج سيشن، احنا بنقول بنقعد 6 ساعات 8 ساعات 12 ساعه، فلو غسلنا بنفس الطريقه البيشنت هيخش في ديس اكليبريم سيندروم. فالديس اكليبريم سيندروم ان اكيوت يوريميك بيشنتس هنتجنبها ازاي؟ قال لك في الحالات دي بيبقى احيانا في يوريا بيضيفوها للدياليزيت، يبقى انا اخلي الدياليزيت فيه يوريا عاليه، فبالتالي مش هيسحب اليوريا بطريقه سيجنيفيكانت من البيشنت، وبالتالي ما دخلش البيشنت في ديس اكليبريم سيندروم. فدي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل مع الهيموداليسيس. طيب ريجاردنج الهيمو برفيوجن احنا قلنا ممكن يحصل ازوربشن لبعض البليكليس او ليوكوسايتس للسوربنت اللي موجود فيدخل في ثرومبوسايتوبينيا، لكن دي غالبا بتبقى مايلد وترانسيانت، لان بعد كده لما بوقف بعد سنجل سيشن ممكن خلال 48 ساعه يكون رجع الليفل بتاع ليوكوسايتس والبليكليس للنورمال. النقطه الثانيه انه ممكن يحصل ازوربشن لبعض coagulation factors اللي موجودة، لكن دي غالبا بتكون insignificant وبتتصلح على طول بعد الدياليسيس، لكن تكون significant امتى؟ لما يكون معاه associated liver failure، لان الليفر مش قادر يعمل لي coagulation factors جديدة، وبالتالي هيبقى ايه ممكن risk of bleeding هنا يكون عالي. من الحاجات اللي ممكن تحصل مع الهيمو برفيوجن وان كان رير انه يحصل ايه اللي هو الشاركول يتحصل منه embolization، فدي برضو بتبقى هي حاجة ممكن تحصل وان كانت رير. طيب السي ار ار تي طبعا احنا قلنا ده هيبقى حاجه سلو ثيرابي وبرولونجد، وبالتالي ممكن يؤدي البيشنت الى الكترولايت ديستربنس في نفس الفكره. ولو احنا بنستخدم برولونجد سيشن يبقى في الحاله دي هنحتاج انتي كوجليشن زياده، وبالتالي الريسك اوف بليدنج ايه هيكون زياده في البيشنت. هنكتفي بالجزء اللي احنا قلناه ده النهارده عشان المحاضره طويله، والمحاضره اللي جايه ان شاء الله هنبتدي نتكلم على بعض السبيسيفيك او الكومن بويزنز اللي بتقابلنا في البراكتس وهنتعامل معاها ازاي. وشكرا لحضراتكم.